أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الحية والمباشرة من القاهرة الإخبارية، والبداية مع آخر التطورات في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة إنسانية. بطل في أمل يجسنا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى قطاع غزة اليوم إن حركة حماس لن تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، زاعما أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتخلى عن مسعى العثور على 100 محتجز وواحد يعتقد أنهم ما زالوا في القطاع، وعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم. وجاءت هذه التصريحات في تسجيل مصور لنتنياهو خلال زيارته لغزة مع وزير دفاع جيش الاحتلال. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيسة: نحن في حرب جديدة على وجود ومستقبل إسرائيل، وجهود إعادة المحتجزين لم تتوقف ولو للحظة واحدة، زاعما أن حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من غزة. وفي كلمته أمام الكنيسة التي قاطعتها عائلات الأسرى الإسرائيليين وأعضاء الكنيسة اتهموه بإفشال صفقة التبادل، وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت الاحتلال كثيرا منذ بداية الحرب، لكن لاحقا طرحت أسئلة حول استمرارها في ذلك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي أصاب جزءا من برنامجها النووي وأثر سلبا على قدراتها في مجالي الدفاع وإنتاج الصواريخ. وأضاف نتنياهو في حديثه عن البرنامج النووي الإيراني خلال كلمة أمام الكنيسة: تضرر جزء معين من البرنامج النووي الإيراني خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، إلا أن البرنامج نفسه لم يتم إحباطه بالكامل، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من تدمير 4 بطاريات من نظام الدفاع الجوي S-300. ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن جنين اللواء حابس الشروف خبير عسكري واستراتيجي مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، إذن تطور على ما يبدو من خلال هذه الكلمة التي ألقاها نتنياهو بالأمس في الكنيسة، واليوم زيارة إلى قطاع غزة، وهذه التصريحات وعرض مكافأة ب5 ملايين دولار للإدلال عن المحتجزين، إذن كيف تقرأ هذه التطورات؟ يعني يمكن النظر لهذه التصريحات من عدة زوايا رئيسية. أولا، فشل نتنياهو في تحقيق الأهداف الرئيسية لتلك الحرب، وفي مقدمتها تحرير الأسرى أو المختطفين أو المحتجزين لدى حركة حماس أو غيرها من حركات المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا العرض المالي المغري بيعكس ويوضح التعثر الإسرائيلي في تحقيق الهدف الأساسي،
وفشل بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف الرئيسية للحرب، على الرغم من قيامه بتدمير جزء كبير جدا من البنية التسليحية والدفاعية لحركة حماس، قدرتها على جعل حركة حماس قدرتها على جعل قطاع غزة ليس فقط سجن كبير، وإنما هو أقرب للأرض المحروقة في أجزاء مختلفة منه. بنيته التحتية 80% منه مدمرة أو شبه مدمرة، الخدمات بالغة السوء في قطاع التعليم وقطاع الصحة وغيرها. لكن الرسالة الأولى وهو فشل نتنياهو في تحقيق أهداف الأساسية لتلك الحرب. الرسالة الثانية أن بنيامين نتنياهو يحاول يعطي إشارة للرأي العام في الداخل الإسرائيلي لأسر المحتجزين، أنه يعرض مبلغ مالي كبير في سبيل تحرير أسرهم، خاصة وإن كانت هناك تصريحات رسمية إسرائيلية خلال الشهرين الماضيين، وتحديدا بعد انتقال وجهة التفاعلات من غزة إلى بيروت، وأن هذه أن قضية تحرير الأسرى صارت أقرب لقصة قديمة. ده إدى انطباع لدى أسر المحتجزين، لدى الرأي العام الإسرائيلي، إن هذه المسألة تعد ثانوية وليست جوهرية، وأن هناك أولويات أخرى لدى الحكومة ولدى بنيامين نتنياهو شخصيا. وبالتالي محاولة عرض هذا المبلغ المالي يعيد مرة أخرى إلى الواجهة الاهتمام الإسرائيلي، الاهتمام من جانب رئيس الوزراء بهذا الملف أيضا. الجزء الثالث وهو مرتبط بالتأكيد من جانب بنيامين نتنياهو إن هناك عودة مرة أخرى للاهتمام بملف غزة، وهذه مرتبطة بالنقطة الثانية التي تحدثت عنها، لأن من الواضح أن بنيامين نتنياهو يحاول يشير إلى أنه قادر على الحرب في عدة جبهات في تفقيط متزامن، أو ما يطلق عليه الرأي العام الإسرائيلي حرب بين الحروب. يستطيع أنه هو يعود مرة أخرى في الإشعال الأكبر في غزة، مثلما هو الحال بالنسبة للبنان، وربما في مرحلة أخرى المواجهة مع الميليشيات الشيعية في العراق، أو مواجهة نفوذ الحرس الثوري في الداخل الإيراني، وكذلك استهداف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. وبالتالي هناك رسائل مختلفة. لنقترب أكثر من تحديدا المكافأة التي عرضها نتنياهو، إذا أذهب إلى اللواء حابس أشروف. سيادة اللواء، اليوم عندما نتحدث عن هذا التطور بالنسبة لنتنياهو، إذا هو خلال كل أيام الحرب، أكثر من 400 يوم على الحرب، لم يتمكن من تحرير المحتجزين سوى 6، وبعض منهم عادهم جثث. إذا عرض هذه المكافأة المالية من قبل نتنياهو، هل هي لكسب الوقت أم أنه فعلا وجد نفسه غير قادر على تحرير 101 من المحتجزين إذن؟ يعني مساء الخير إليك ولا الأخوة المشاهدين ولا الضيف الكريم. يعني أتفق معه بما تحدث به الضيف الكريم، ولكن أنا بقول نتنياهو أراد اليوم، يعني من هذه الرسائل للداخل الإسرائيلي، أراد أن يرسل رسالة لأهالي الرهائن والأحزاب التي تطالب والأحزاب المعارضة، أنه يسعى يعني جديا لإطلاق الرهائن، لأنه بالنهاية في هناك معارضة، يعني هناك في طرفين في إسرائيل، في طرف يدعم ويؤيد إطلاق الرهائن إطلاق النار، وطرف آخر يعتبر يعني يقول أنه يجب أن نعتبر هؤلاء الرهائن هم يعني ضحايا حرب. فبالتالي هو حتى يخفف العبء الداخلي على نفسه أرسل رسالة لهم، أنا بعمل كل شيء، حتى أنا بدفع مبالغ مالية حتى نطلع.
وكمان هذا بدلل في رسالة، يعني كمان هذا يعني إذا بنحللها بطريقة أخرى، يعني أنه هناك عنده لديه فشل استخباري كبير، لأنه الاستخبارات الإسرائيلية تقول نحن أقوى استخبارات في العالم، نحن نعرف كل شيء، نعرف مواقع حماس ونعرف قيادات حماس. طيب إذا أنتم بتعرفوا كل شيء، لماذا لم تقوموا بإطلاق هذه الأسلحة؟ فبالتالي هناك يعني هو يعني في موضوعين أساسيات. الموضوع الثالث اللي ممكن واحد يتحدث عنه في هذا المجال، أنه نتنياهو يريد إطالة الحرب وتهدئة النفوس وتهدئة المعارضة لإطالة الحرب كما نعلم لما بعد 2021. فبالتالي هو يريد أن يحقق نصرا، ولم يحقق لأنه هو بالبداية قال يريد أن يحقق نصرا، ولكن مع النصر الذي حققه لم يطلق الرهائن، لم يستطيع القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي. كمان النقطة الثالثة الآن طرح شيء جديد، أنه يريد القضاء على البنية المدنية لحركة حماس. فبالتالي فهذا يعني الاستمرار في الحرب، الاستمرار في القتل، الاستمرار في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة. نعم، أعود لدكتور محمد. دكتور محمد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن هناك اجتماع في ديسمبر سيكون بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لبحث ما تم من إلحاق أضرار بالمدنيين في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع بعد استشهاد أكثر من 45 ألف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. إذن لماذا هذا الاجتماع الآن؟ هل هو قبيل تسلم دونالد ترامب ووصوله إلى البيت الأبيض، أم أن الولايات المتحدة تحاول أن تغسل يديها من دماء الفلسطينيين؟ أنا رأيي الخيار الثاني هو الأكثر تعبيرا، هو محاولة لتجميل وجهها، غسيل سمعتها التي صارت في الحضيض. الولايات المتحدة إما إنها عاجزة أمام إسرائيل، وإما إنها متواطئة مع إسرائيل، لكن أعتقد التواطؤ هو الخيار الأكثر تعبيرا لما تقوم به الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول وهي متوافقة مع إسرائيل في تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، أن ما جرى هو عملية إرهابية شديدة، أن المسألة ترتبط بالقضاء على حكم حماس من قطاع غزة، أن الولايات المتحدة ترى بما لا يجدع مجال للشك أن ما تقوم به الحكومة بنيامين نتنياهو ذات اليمين المتطرف ليس استهداف المسلحين الحمسويين، وإنما استهداف مدنيين فلسطينيين. وكما أشرت حضرتك، التقارير الدورية الدولية تتحدث عن قتلى ما يقرب من 45 ألف في مدى زمني يتجاوز 13 شهر، إن لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية مستهدفة هؤلاء المدنيين بدرجة كبيرة. ولذلك نجد إن كتير من وسائل الإعلام الدولية ترى أن هذه ليست حرب إسرائيل في مواجهة حركة حماس، وإنما هي حرب بنيامين نتنياهو للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، هدفه القدرة على ليس الاستهداف بالأدوات العسكرية، وإنما أيضا عبر الحصار، عبر التجويع، عبر الإذلال، عبر الإضعاف الروح المعنوية، عبر جعل القطاع قتلة نار لا يمكن البقاء فيه، جعل القطاع في أجزاء مختلفة منه أقرب إلى الأرض المحروقة بلا بنية أساسية، بلا حالات خدمية، بلا أوضاع إنسانية أدمية. وبالتالي الولايات المتحدة هي شريك أساسي لإسرائيل في تلك الحرب، والمجتمع الدولي يعني إنجاز التعبير كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عاجز إن هو يغير مثل هذه الأوضاع بدرجة كبيرة. لدينا نمط أقرب لغطرسة القوة من جانب
منظومة الحكم في إسرائيل تستغل حالة رحيل إدارة ومجيء إدارة جديدة لتجعل أن الأوضاع أكثر بؤسا على مدار الشهرين المقبلين من 20 نوفمبر 2024 ل 20 يناير 2025 عندما يتسلم دونالد ترامب. وبتبدأ من وجهة نظري مرحلة أيضا أكثر صعوبة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. نعم، أذهب إلى سيدة اللواء حابس شروف. إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت منذ يومين صرح بأن نتنياهو يستخدم شماعة إيران لتخويف الإسرائيليين. إذن هل من الممكن أن نقرأ بأن ما يقوم به فعلا بنيامين نتنياهو اليوم فيما يتعلق بإيران وسياساته مع إيران هي لتخويف الإسرائيليين ولحثهم أكثر للوقوف إلى جانبه؟ يعني بالنسبة لموضوع إيران، هو يعني استطاع نتنياهو وحكومة اليمين متطرف أن تثبت أن إيران هي تدخل في حرب وجودية لإسرائيل، وأقنع الإسرائيليين أن إيران تقف وراء الحرب الوجودية لتدمير إسرائيل، وهناك أذرع لإيران في اليمن والعراق وفلسطين ولبنان إلى آخره. فبالتالي هناك قناعة، أصبحت قناعة لدى الشارع الإسرائيلي أن هناك حربا وجودية في إسرائيل، لذلك المجتمع الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية ملتفع وراء نتنياهو. ونتنياهو يعني استطاع بالفعل، وهو اليمين متطرف، أن يغرس هذه الأفكار في داخل المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي هو مؤيد نتنياهو الآن، مؤيد نتنياهو أن هناك أن هذه ما يقوم به هو حربا وجودية ومن أجل مصلحة إسرائيل العليا. فبالتالي يعني بغض النظر تصريحات من هنا وهناك، ولكن لا يوجد حقيقة الأمر معارضة حقيقية في إسرائيل لوقف العدوان ووقف الحرب. يعني كافة الأحزاب كانت في يسار أو يمين، وهي مع الاستمرار في الحرب ومع القضاء على يعني القضاء على البنية التحتية العسكرية لحركة حماس والبنية التحتية لحزب الله. فبالتالي هناك إجماع في إسرائيل حول الاستمرار في الحرب. هلا هناك في خلافات حول قضايا يعني محددة، ولكن بالنهاية حول التدمير والقتل. يعني هذه الحكومة أكثر حكومة دموية في العالم، أكثر حكومة أبرتايد، أكثر حكومة إبادة جماعية. فأنا أعتقد أنه هذه الحكومة سوف تستمر في سياستها واستراتيجيتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتدمير كافة البنية التحتية في قطاع غزة حتى تصبح قطاع غزة غير قابلة للحياة. نعم دكتور محمد، إذن كيف اليوم نقرأ هذه السياسات من قبل نتنياهو مع إيران وتصريحات أولمرت؟ هل تأتي فعلا في سياق المعارضة لنتنياهو، أم أن ما يقوم به اليوم نتنياهو هو محاولات لجمع ولم الشمل الإسرائيلي خلفه، خاصة بعد تصريحاته فيما يتعلق بأن إسرائيل أصابت جزءا من البرنامج النووي الإيراني؟ يعني هناك أهداف عديدة لبنيامين نتنياهو فيما يخص تسليط الضوء على المسألة الإيرانية. أولا، كان هناك هدف أساسي لبنيامين نتنياهو ليجر المنطقة إلى حرب إقليمية موسعة، لأن إحنا بالفعل حدث تحول من حرب في الإقليم لحرب إقليمية، لكن حدودها، مداها، حدتها هي أقرب إلى التصعيد المحسوب ما بين الطرفين الكبيرين إسرائيل وإيران. لأن إسرائيل كان هدفها عندما تجر إيران لتلك المعركة تقوم الولايات المتحدة بالانخراط في تلك المعركة عبر وجود قواعدها، عبر حاملة الطائرات لديها، عبر الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. لكن يبدو أن الطرف الآخر، الطرف الإيراني، لم يهيئ الفرصة لبنيامين نتنياهو لتحقيقها ولم يبتلع الطعم.
وأن المواجهات التي حدثت هي أقرب للتصعيد المحسوب من المخاطر من اندلاعها. لكن بنيامين نتنياهو لديه تطلع، أولا أنه هو يهيئ الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة التي تشترك معه يعني في إبراز أهمية مواجهة التهديد الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، أن من الضروري إكمال ما بدأه بنيامين نتنياهو في إضعاف نفوذ الوكلاء أو الميليشيات المسلحة الداعمة لإيران في الشرق الأوسط، حركة حماس في فلسطين، حزب الله في لبنان، جماعة أنصار الله أو ميليشيا الحوثي في اليمن، الميليشيات الشيعية في كل من سوريا والعراق. وبالتالي بنيامين نتنياهو يرى أن هناك فرصة لأن ساكن البيت الأبيض هو ترامب، واللي هو كان بيتبنى سياسة الضغوط القصوى في مواجهة التهديد الإيراني. الأكثر أهمية من ذلك أن إسرائيل بتحاول أن هي تحشد رأي عام داخلي، سواء رأي العام المناهض لسياسات بنيامين نتنياهو في ضرورة التوصل لصفقة تهدئة، أن يحشد الرأي العام ليس فقط الحكم وإنما المعارضة أيضا تنضم إلى الحكم، فإن هناك تهديد يواجه الأمن القومي الإيراني ولا بد من مواجهته بدرجة كبيرة، على اعتبار أن بنيامين نتنياهو يرى أن هذه لحظة قطر، وأنه يمكن أن يجعل أن يكون هناك حالة من حالات الحشد والاستنفار الداخلي خلفه. هناك أيضا اهتمام من جانب بنيامين نتنياهو ليس فقط حشد الرأي العام الداخلي، حشد الدعم الأمريكي للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، وإنما حشد الرأي العام والنخب الحاكمة في المنطقة العربية للإيحاء بأن هذا خطر مشترك يواجه أمن واستقرار المنطقة، يواجه أمن السعودية تحديدا دول الخليج، ربما يمتد إلى دول عربية أخرى، وأنه من الأهمية تشكيل جبهة إقليمية مناوئة لإيران والتصدي لها بدرجة كبيرة. لكن من الواضح أن أعتقد أن الثلاث جبهات ربما هناك محل شك في دعم بنيامين نتنياهو. أولا أعتقد أن إدارة ترامب على الرغم أنها لديها بعض التصورات الذهنية تجاه الخطر الإيراني، لكن ربما تراجع نفسها في مسألة الانخراط الأمريكي العسكري في الشرق الأوسط، دعم إسرائيل في تصوراتها، لأن الولايات المتحدة كانت في عهد ترامب ترى من الأهمية التركيز على مكانة الولايات المتحدة فيما يعرف بأمريكا أولا، وده هيبقى موجود في الإدارة الجديدة، أن هناك مخاطر أخرى تواجه الولايات المتحدة في نفوذها على المستوى العالمي وتحديدا المنافسة من جانب الصين، ربما الخطر الذي يليها هو روسيا، ولذلك نجد أن ترامب يسعى إلى العمل على فرملة الجموح الغربي ومحاولة لتسوية لحرب روسيا وأوكرانيا. كذلك الحال فيما يخص الرأي العام الإسرائيلي، يرى أن هذه نوع من الحيل التي يبتدعها بنيامين نتنياهو لإطالة مدة بقائه في الحكم، لمحاولة جذب انتباه الرأي العام عن تعثره في تحقيق أهدافه في حرب غزة، جزء منه مرتبط بمحاولة لاصطناع حشد داخلي داعم له بدرجة كبيرة، علاوة على أن على المستوى الإقليمي أن هناك إدراك من أن بنيامين نتنياهو يحاول أخذ المنطقة
لسياسة المحاور والائتلافات وهي لا تريدها. هناك إدراك من جانب مصر والسعودية لذلك، لأن محاولة السياسة الإسرائيلية للتمدد والتوسع وإدخال إيران باعتبارها هي الخطر الأساسي هي حيلة من الحيل التي يبتكرها يوما بعد آخر رئيس الوزراء، ولا تصب في صالح أحد في الإقليم إلا في صالحه هو في هذا السياق. نعم، أعود لسيادة اللواء حابس. إذن نتنياهو في ظل ما يقوم به من ممارسات في قطاع غزة، فصل الشمال عن الجنوب، فصل الوسط، بالإضافة إلى ما يقوم به أيضا من سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، بالتوازي هناك أيضا اعتداءات للمستوطنين وأيضا لجيش الاحتلال في جنين ومخيمها وفي نابلس وفي مدن عدة في الضفة الغربية. إذن ما الذي يريد أن يصل به نتنياهو اليوم في فلسطين، سواء كان في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة؟ يعني نتنياهو هو أطلق يد المستوطنين، وخاصة عنده حكومة مكونة من حكومة مستوطنين، يعني من أهم اثنين في حكومته سموتريتش وبن غفير، وهم مستوطنين يسكنون في الضفة الغربية، ويطلق سراح المستوطنين وخاصة في مناطق ما تسمى مناطق جيم. هم يقومون اعتداء على الناس، على السكان، على المزارعين، ونتنياهو يريد من ذلك والضغط على الشعب الفلسطيني، والضغط على الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا، من أجل أنه يهيئ الفرصة للفلسطيني أن يرحل من أرضه. هذا هدفه، هدفه أن الفلسطينيين لزيادة المستوطنات، زيادة المستوطنين، الهدف الأساسي أنه إحنا نهاجر من أرضنا ونرحل من أرضنا. ولكن شعبنا في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان، ما إحنا نقاوم الاحتلال بالوسائل المتاحة لدينا، بالوسائل البسيطة أمام هذا الجيش المسلح بالدبابات والطائرات. لأول مرة بالتاريخ المستوطنين، الجيش الإسرائيلي يحمي المستوطنين عندما يقومون بالاعتداء على الناس، وهذه سياسة واضحة من أجل تفريق السكان من الأرض، من سكانها. ولكن شعبنا الفلسطيني في جنين والكرم والخليل وفي كل المناطق الضفة الغربية لا يقاوموا المستوطنين ويمنعوا اعتداءات المستوطنين عليهم، ولكن الجيش الإسرائيلي هو الذي يحميهم، وهو يقوم باعتقال الناس عندما نقوم بالدفاع عن أنفسنا ضد المستوطنين، يقوم الجيش الإسرائيلي بالاعتقال الشباب والرجال والنساء والأطفال، ويعني وأي شخص يجد أمامه يقوم باعتقاله، فبالتالي يعني يضرب بعض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية، و يضرب بعض الحائط كافة المعاهدات والاتفاقيات التي تم الاتفاق معها، ما كانت مع العرب أو مع الفلسطينيين أو أي طرف آخر. نعم، أعود لدكتور محمد. دكتور محمد، الخارجية الأمريكية قالت في بيان لها أنه تم فرض عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب ممارسته العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إذن كيف نقرأ هذه العقوبات وهذا البيان؟ هل هناك تغير لدى الإدارة الأمريكية مع نهاية حكم الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لا أعتقد أن هناك تغير بالمرة، وأن هذه العقوبات يمكن جعلها أو تصويرها بأنها عقوبات باهتة لا تمثل عاملا رادعا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو ليحدث مراجعة في تصوراته الذهنية في التعامل مع ملف غزة، وأن هذه تصريحات لا تثمر عن تحولات في هذا السياق. هل تستطيع الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن اللي هي لم يتبقى لها سوى شهرين في الحكم أن تدفعها إلى وقف المدافع؟ لا تستطيع. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع ممارسة الدفاع عن إسرائيل في المنظمات الدولية والمحافل العالمية؟ ليست. هل يمكن منع عن إسرائيل الدعم المالي للحكومة بنيامين نتنياهو؟ متعذر. هل يمكن منع الدعم العسكري واللوجستي التي تقوم به تلك الإدارة الراحلة والإدارة المقبلة؟ مستحيل.
وبالتالي بل الأكثر أهمية إن من الواضح إن الركيزة الأساسية لأي إدارة أمريكية سواء جمهورية أو ديمقراطية هو الحفاظ على أمن إسرائيل، دعم تفوقها العسكري والاقتصادي والتكنولوجي وفق مؤشرات القوة الشاملة عن أي قوة إقليمية أخرى في الشرق الأوسط، بل إن إسرائيل بتعترض عندما تكون هناك صفقات تسليح وأن هناك نوعية محددة من الأسلحة حاملة الطائرات من أنواع معينة من التسليح أو الطائرات تجعل تعترض إسرائيل عليها وتحاول أن توظف اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة أو بعض الأعضاء الموالين لإسرائيل داخل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب. وبالتالي لا أعتقد أن مثل هذه التصريحات بتعكس تغير أو وإنما تحاول لتجميل الوجه القبيح للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة صمتها ودعمها لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة. نعم، أعود لسيادة اللواء حابس، إذن اليوم كيف تقرأ هذه التطورات العسكرية الميدانية في قطاع غزة وما يقوم به نتنياهو زيارته إلى القطاع وهذه التصريحات؟ إذن هو عسكريا اليوم إلى أين وصل في قطاع غزة وماذا يتبقى في القطاع؟ يعني هو عسكري، يعني هو أراد من زيارته اليوم وتصريحاته أرسل فرص رسائل للفلسطينيين، رسائل للعالم، ورسائل للداخل الإسرائيلي. الرسالة الأساسية للفلسطينيين أنه مستمر في الحرب في القضاء على البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي. اثنين، هو يريد إطلاق سراح الأسرى بالرغم أنه لم يستطع إطلاق أي شيء، ولكن هو يريد تحقيق، يعني يريد من كل ذلك أنه يريد أن يقول أنه الآن أنا في الطريق لتحقيق الأهداف التي وضعها، ولكن لم يحقق حتى الآن من أي هدف من الأهداف التي وضعها نتنياهو. ونتنياهو هو يعني في حالة، أعتقد أنه الآن يعني هو في حالة إرباك، ولكن يعود بالنصر أو بنشوة النصر عندما يقوم بمحاولة أي اغتيال أي قائد، واعتبر محاولة الاغتيالات هو نصر لإله. فبالتالي نتنياهو فشل، يعني أعتقد أنه فشلاً ذريعاً كان في لبنان أو في قطاع غزة. هو نجح فقط أنه في التدمير، في تدمير البنية التحتية، في تدمير السكن، في قتل أكثر من 50,000 شهيد ومئات الألاف من الجرحى. فبالتالي هذه كلها يعني عبارة عن جرائم، ولكن لم يحقق أي هدف، لم يستطع حتى الآن لا السيطرة على قطاع غزة ولا السيطرة على 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 جنوب لبنان. فبالتالي أين النصر المطلق الذي يتحدث به نتنياهو؟ نتنياهو يريد أن يغير خارطة المنطقة، وينتظر هو ينتظر ترامب، لأنه يعرف أن ترامب دائما وأبدا لن يسمح بهزيمة إسرائيل، وسيحقق يعني لإسرائيل أكثر من الحزب الديمقراطي. ولكن أعتقد أن ترامب في المرحلة القادمة لديه أجندات تختلف عن المرحلة السابقة، لأنه هناك لديه مصالح مع الدول الإقليمية ومع الدول العربية. وأين يعني في الأيام الأخيرة أنه هناك في تقدم ملحوظ في المفاوضات مع لبنان، ويحاول الآن فصل الساحات عن بعضهم. بالتالي نتنياهو أعتقد أنه سوف يستمر في الحرب، والحرب ستستمر أكثر من يعني على الأقل للصيف القادم، سيكون يعني لن تكون هناك هدنة حقيقية يعني على الأقل 4 شهور أو أكثر. نعم، أشكرك كل الشكر اللواء حابس الشروف، الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، وشكر موصول للدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لكما ضيفي الكريمين. وننتقل الآن مع حضراتكم الملف الأمريكي ومتابعة لآخر خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل توليه الحكم رسميا في يناير المقبل.
powerful. We will win, win, win. And we will make America great again. We will very quickly make America great again. بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، تعيش دول أمريكا اللاتينية حالة من الترقب على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال ولاية ثانية من حكم ترامب خلال الأربعة أعوام المقبلة، ومدى حجم التحديات التي ستواجه أمريكا اللاتينية في العديد من القضايا، في مقدمتها قضية الهجرة. دونالد جي ترامب. مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تترقب دول أمريكا اللاتينية فترة جديدة من التحديات على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ترامب الذي عرف بسياساته المثيرة للجدل خلال ولايته الأولى، يبدو أنه سيعيد صياغة علاقاته مع دول الجوار للولايات المتحدة، مما يثير القلق والتخوفات في العديد من العواصم اللاتينية. أحد أبرز التحديات التي قد تواجهها المنطقة هو ملف الهجرة. في فترة رئاسته السابقة، تبنى ترامب سياسة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، وخاصة من المكسيك ودول أمريكا الوسطى، حيث حاول بناء جدار على الحدود وتنفيذ قوانين صارمة ضد المهاجرين. وبعد فوزه بولاية ثانية، قد تعود هذه السياسات لتهدد العلاقات مع دول المنطقة، لا سيما المكسيك التي ستكون في الخط الأمامي لهذه السياسات. التعريفات الجمركية ستكون أيضاً من القضايا التي ستؤثر على العلاقات التجارية بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. في ولايته الأولى، فرض ترامب رسوماً جمركية على العديد من الدول، بما في ذلك المكسيك والصين، في إطار ما يسمى بسياسة أمريكا أولاً. هذه السياسات قد تعود إلى الواجهة، مما يعرض اقتصادات بعض دول المنطقة لضغوط اقتصادية متزايدة. أما على الصعيد السياسي، فعودة ترامب قد تساهم في تعزيز نفوذ اليمين المتطرف في دول أمريكا اللاتينية، في الأرجنتين والسلفادور على سبيل المثال، حيث يجد البلدان في ترامب حليفاً سياسياً مهماً يدعمان سياسات مشابهة في الداخل. في المقابل، تظل المكسيك الأكثر تخوفاً من تأثيرات ولاية ثانية لترامب، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة حول التجارة والهجرة. مع اقتراب ترامب من دخول البيت الأبيض في يناير المقبل، تشهد أمريكا اللاتينية فترة من الترقب، حيث سيتعين على هذه الدول تحديد استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تطرأ نتيجة لولاية ثانية لترامب. ولمزيد من المتابعة والتفاصيل، ينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية. أهلا بحضرتك دكتور. إذن دكتور، التعريفات الجمركية التي وعد ترامب بفرضها على البضائع الصينية، إذن هل ستساهم في أن تتجه دول أمريكا اللاتينية إلى بكين؟ ده سؤال مهم، لأن 60% من تعريفات جمركية هي طبعا هيبقى رقم كبير جدا على المواطن الأمريكي إن هو يشتري البضاعة والمنتج الصيني، وده إذا كان كمان في المنتجات زي السيارات الكهربائية أو ما يطلق عليها السلع ذات القيمة المرتفعة، بجانب طبعا إن في يعني محلات كبيرة زي وول مارت مثلا مشهور بإن هو بيجيب
المنتجات الصينية، ودي بتبقى أسعارها متناسبة مع ظروف الدخل الأمريكي. ترامب هيعمل التوازن ده ازاي؟ هو لو حط تعريفة جمركية عالية على بضائع صينية، طب هو إنتاج البضائع دي في أمريكا نفسها هيبقى مكلف أكتر من قيمتها التي تأتي من الصين، وبالتالي ده بنتكلم عن موجة تضخمية فتكون شرسة. التوازن في السياسة المالية ده أمر يعني أفتكر إن هو هيبقى مخاطرة كبيرة، وإلا كان نفذها طبعا بايدن في الإدارة السابقة، يعني رغم وجود البضاعة الصينية وكانت التضخم وصل إلى 9%، وده كان من الأسباب يعني اللي كانت موجودة في تقديم للديمقراطيين خاسروا الرغم من السبب الأساسي أو السياسة الخارجية الأمريكية مش تضخم فقط يعني، أو لكن فكرة إن الدول الأمريكية كمان الأمريكا الجنوبية أو أي دول ثانية هي ما عندهاش القوة الشرائية اللي تقدر تشتري بضائع الصين برضو، يعني بمعنى حضرتك إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبين أمريكا أو الصين بتزيد عن 700 مليار دولار. الصين بتكسب يعني الجانب بتاعها 500 مليار دولار والولايات المتحدة 200 مليار دولار. طيب ال 500 مليار دولار دول عبارة عن مشترين أمريكيين للحاجات الصينية. مش كل اقتصاد في العالم زي الاقتصاد الأمريكي، فهو ممكن يشتري ده. يعني دول أمريكا الجنوبية هي دول ذات اقتصاديات ضعيفة، يعني أكثر دولتين اللي هم موجودين في حديث زي السلفادور وفي الأرجنتين الاثنين اصلا بداوا يعتمدوا، السلفادور خلاص اعتمد من فتره العمله الرقميه، دي حاجه ماشيه مع ترامب ومع ايلون ماسك، والارجنتين يعني في الثلاث شهور اللي فاتت بدات تسهل استخدام العمله الرقميه، ودول دول كلها بتعاني من ازمات اقتصاديه في امريكا الجنوبيه، يعني ما عندهاش يا اما عندها مشاكل سياسيه زي مثلا موضوع فنزويلا دلوقتي، دول بتعاني من الجرائم المنظمة، فكرة استخدام المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق بعض المنافع بيرسلهم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اقتصاديات أمريكا الجنوبية هي في نفس السوق اللي موجود عليها اقتصاديات أفريقيا مثلا. ففكرة إن الصين إذا ذهبت إلى دول زي أمريكا الجنوبية أو أفريقيا مش هتقدر تصل إلى رقم كبير ده، وده يعتبر بداية لشرنقة الصين، يعني الضغط على الصين اقتصادية ده ربما يكون محاولة للحد من طموح الصين المستقبلي اللي هي فيها تتحدى الوضع الحالي سواء في آسيا أو في العالم بإزاحة الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر متعلق بحكومة كبيرة تجاه الصين تجارية، واضح أن الصين في لها سياسة مرتبة مع ترامب لتقليص حجم تجاري تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة. نعم، وفيما يتعلق بصعود بعض الأحزاب اليمينية في بعض دول أمريكا اللاتينية، دكتور أشرف، هل تعتقد بأن ذلك سيساهم في دعم سياسات ترامب في فرض الرسوم الجمركية على البضائع وأيضا فيما يتعلق ببرامج الهجرة؟ دي نقطة مهمة، لأن المجر مثلا كدولة في أوروبا، طبعا المجر بالنسبة لترامب تتماشى مع كل الأفكار اللي هي بتأكد السياسة الحمائية تجاه بضائع تأتي من الخارج أو سياسة حمائية ضد المهاجرين اللي بيحملوا قيم وأفكار دينية وثقافية بتعد طبيعة المجتمع سواء في المجر أو الأرجنتين أو في أمريكا الجنوبية. طبعا في بعض الدول تسير في ركاب السياسه الترامبيه اللي هو فكره ان انا يعني ضروري ان انا ابقى في سياسه حمائيه، وفي نفس الوقت ترامب عايز يفتح يعني خطوط مع تلك الدول. في معنى ايه؟ انا لو عندي دول واقعه في امريكا الجنوبيه ومش قادر اسيطر على الامن، وفي نفس الوقت المهاجرين بيجوا جاريا مصاعين الغير شرعيين لدخول الولايات المتحده اللي هم بيتهموهم دلوقتي ان هم عصابات وان هم بيتاجروا في المخدرات وبيقتلوا المواطنين الامريكيين، فالعمل مع الحديقه الخلفيه للولايات المتحده في امريكا الجنوبيه بتتطلب ان يكون هناك بعض الحكومات اللي هي بتحاول تقف ضد عبور المهاجرين للوصول الى المكسيك. يعني من ضمن الحاجات المطروحه بالنسبه للمكسيك قالوا بعض الحاجات اللي انا سمعتها وقريت عنها، قالك احنا بدل ما كنا المفروض نبني حدود بين المكسيك وبين الولايات المتحده الامريكيه، لا احنا نعمل الحدود الكبيره ديت
على حدود المكسيك مع دول أمريكا الجنوبية. وطريقة الأخرى هم الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر إلى المكسيك وكندا اللي هي أمريكا الشمالية، وكان في طبعا النافتا والكافتا، يعني في اتفاقيات تجارية اتعملت بين المكسيك وبين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، على أثرها زاد الاقتصاد المكسيكي، يعني جي دي بي بتاع المكسيك طبعا ارتفع بشكل كبير بمجرد التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المكسيك في الفترة الأخيرة بدأت تعاني من هجرات منتظمة أثرت على وضعها السياسي في بعض الأوقات، وبدأت عبور منظم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا ترامب بيحاول يركز على أن الدول الأمريكا الجنوبية ضروري تقوم بواجبها بإيقاف تدفق المهاجرين، وعنده طبعا انتقاد كبير طبعا على المكسيك وعلى دول الأخرى، ولكن الأرجنتين والسلفادور أفتكر أكثر دولتين مرحبين بالسياسة الترامبية فيما يتعلق بتعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين، أو أنهم أصوات مرتفعة ستكون في أمريكا الجنوبية ضد السياسة مع السياسة الترامبية، بينما البرازيل بتقود طبعا في قمة الـ20 وجهة نظر يعني تتعارض بشكل ما مع السياسة الترامبية وتتوافق بشكل ما مع السياسة الديمقراطية بتاع بايدن. يعني دكتور فرض فيما يتعلق يعني بموقف البرازيل تحديدا، إذا التوتر ما بين الرئيس البرازيلي وبين دونالد ترامب وحديثك عن تدفق المهاجرين، هل يستطيع في ظل هذا التوتر دونالد ترامب بأن يعيد فرض سياسة إبقاء المهاجرين في المكسيك لمنع تدفقهم إلى الولايات المتحدة؟ عملية صعبة جدا، يعني مهما بنوا من حدود ومهما قفلوا من أنفاق، المهاجرين ده سونامي صعب أي دولة تقدر تسيطر عليه. طالما في فقر وفي قتل وفي عدم استقرار سياسي، الناس بتتحرك في موجات سونامي للعبور إلى دول سواء كانت صناعية أو دول اقتصادها كبير عشان يبقى عندهم فرصة للشغل والتشغيل. يعني المهاجرين غير الشرعيين دول يعني ضمن الحاجات، انا مش ببرر لهم، ولكن هم لهم مساهمه كبيره في الانتاج الزراعي الامريكي مثلا، لان هم يعني العماله الامريكيه ما تقدرش تشتغل في الزراعه، وفي ولايه زي ولايه كاليفورنيا مثلا تحتاج لايدي عامله بكثره لانها تقوم بالاعمال الزراعيه في جمع الفواكه او الخضروات او زراعتها وقصدها. فده عمل الامريكيين ما قدروش يقوموا بالعمال، مش متعودين على الفلاحه في ولاية كبيرة زي ولاية كاليفورنيا، اقتصادها معتمد على جانب كبير جدا منه على الزراعة. أنا أفتكر أن السياسات ترامب هتكتمل مش كثير من التشدد في 4 سنين، ولكن هو الناس بتتكلم على أنها هتكون سياسات متشددة فيها كثير من الرعب في طرد المهاجرين، ولكن بعد 4 سنين سيعاود المهاجرين مرة أخرى، والولايات المتحدة مضطرة إذا ما كانتش الاقتصاديات خصوصا في دول الجوار الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير قوي ومستقر، ده الحاجة الوحيدة اللي تقدر تمنع تدفق المهاجرين، لأن المهاجر إذا استشعر باستقرار سياسي وبفرص للشغل في بلده مش هيسيب بلده، هو ده الحل. لكن فكرة الفجوات اللي هي موجودة بين اقتصاديات الدول دي والولايات المتحدة أو الدول الصناعية الكبرى، ده الكلام اللي قاله عليه البرازيل، وده الكلام اللي اتكلم عليه الرئيس السيسي حتى في منطقتنا، ان احنا عشان نوقف الهجرات لازم نبدا نقرب الفجوه اللي هي بين الاغنياء وبين الفقراء، بين الشمال الصناعي الغني وبين الجنوب اللي بيحاول ان هو يعمل برامج للتنميه. العالم الواحد ده بيتطلب ان يكون في عمل جماعي مشترك، ايقاف الحروب، ايقاف الصراعات، اعطاء الحقوق المشروعه لكل الشعوب التي تناضل من اجلها، واعطاء قروض مالية منخفضة الفوائد كي يستطيع العالم أن يتعامل يشتغل كمصنع واحد. وهنا يتختلف طبعا من الرؤية اللي احنا شايفينها دلوقتي، رؤية مجموعة من السياسيين باين ان هم عطشانين ان هم يمتصوا كل الموارد المالية والاقتصادية من العالم وتكون يعني قابعة في أيديهم فقط، دون النظر إلى الشعوب الأخرى وكأنها شعوب عادي انها ممكن تموت من الجوع او تموت في الحروب والصراعات. وده هو التحدي اللي بيواجه
العالمي الآن في السنة دي والسنوات القادمة. دكتور أشرف، تحدثنا عن العلاقة التي تربط أو التوتر ما بين الرئيس البرازيلي ودونالد ترامب، ولكن في المقابل علاقة دونالد ترامب بالرئيس الأرجنتيني هي علاقة جيدة. إلى أي مدى ممكن أن تؤثر وتدعم سياسات ترامب في أمريكا اللاتينية؟ الأرجنتين دولة مهمة في أمريكا الجنوبية، ولكن ليست بقوة البرازيل في المساحة والسكان والتأثير والنفوذ. الأرجنتين عانت من طبعاً مشاكل كبيرة في العملة الأرجنتينية وعدم استقرار مالي واقتصادي، حتى يعني الرئيس الأرجنتيني الجديد إذا كان بيقدم بعض من نمو أنا بعتبره نمو كاذب، لأنه ألغى بعض الوظائف، ألغى بعض الوزارات، يعني الكلام ده بيتقابل مع نفس المنهج أو نفس المدرسة اللي بيفكر عليها دونالد ترامب دلوقتي. لكن الأرجنتين لوحدها غير قادرة على أن تكون نموذجا يقود أمريكا الجنوبية. الذي يقود أمريكا الجنوبية هي البرازيل، هي الدولة الصاعدة، الدولة المهيمنة في أمريكا الجنوبية. وأنا في ظني دولة سيلفيا ده عنده كرئيس البرازيل عنده يعني حب كده من شعبه أولا، ثانيا هو له قبول بين المجتمع في أمريكا الجنوبية. يعني لولا دي سيلفا بيقدر يتواصل مع كثير من الدول في أمريكا الجنوبية، وأنا أفتكر أن كل دول معظم دول أمريكا الجنوبية ترى في البرازيل بأنها ممكن أن تقود سياسات لأمريكا الجنوبية تعبر عن مصالحهم وعن تحقيق لأهدافهم ورغباتهم. لذلك لولا دي سيلفا أنا أفتكر حيكون في الفترة الترامبية مع ترامب حيكون في كثير من الخلافات التي متكررة، وكانت عانت البرازيل من الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم فرضوا عقوبات التأشيرة المزدوجة بمنع، إذا كان هناك في منع للتأشيرة البرازيلية في الأرض الأمريكية فإن البرازيل رفضت سجول التأشيرة الأمريكية ولم تسمح للأمريكيين. يعني هنلاقي في كثير من المشاحنات ممكن أن تتكرر بين ترامب وبين لولا دي سيلفا، لأن الاثنين على طرفي نقيض، حتى سواء قضايا الصراع لولا سيلفا عنده موقف محترم قوي من قضية الشرق الأوسط، من الدفاع عن غزة، يعني هو صوت محترم ممتاز، وتقديره كمان لمبادرات الرئيس السيسي بتخلينا نعرف أن هو عنده رؤية لما هو خارج حدود أمريكا الجنوبية، بيفكر الرئيس السيسي بيعمل ايه وانا بعمل ايه، ايه اللي ممكن ننجح فيه في المنطقه العربيه في منطقه افريقيا، ايه اللي ننجح فيه في امريكا الجنوبيه، نقدر نعمل تبادل مع بعض ازاي، احنا الاثنين في البريكس. ودي برضو على فكره امر تظل دوله البرازيل من الدول اللي هي نزل عليها بغضب لدخولها البريكس في ظل وجود طبعا يعني الصين وروسيا، تيجي اداره ضد الصين وتيجي اداره ضد روسيا. المهم ان في دولتين في البريكس، أمريكا يعني مش قادرة تهضم التعامل معهم بشكل كويس في السنين القادمة. نعم. في إدارة السياسات الاقتصادية والسياسات الدولية. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كاليفورنيا. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من التغطية لآخر خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخر التطورات في قطاع غزة، ولكن التغطية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية على مدار 24 ساعة. شكرا لمتابعة حضراتكم، إلى اللقاء.